بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا خياتي، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. اليوم إن شاء الله كما العادة رايحة نصور لكم شحال نطيب إن شاء الله. كنت خرجت مع صباح ديت الطفلة، وفي طريقي جست على المارشي قضيت شوية كما راكم تشوفوا، بصح دوك نحكي لكم مع قضيت شريت شحال وانا سخفت على السردين، رحت شريت شوية سردين شوية حوت، وشريت فخاد تاع الدجاج هادو باش رايحة ندير لكم، ومن بعدك ان شاء الله ندير لكم طبق به. هاوليك شريت هاد الحوت هذا سبتو، ولا ما على بالي ولا يعيطوا له صاورين، ولا شريت من رطل، وشريت رطل سردين هذاك متجوبه هذاك، يا ربي واش يسنى فيا. شريت حبيبه الطوماطيش، وشريت السلق هذا، واش معوله دوك نشاطركم شال واش معوله نطيب اليوم الفطر. شريت المندرين، انا نقولكم حاجه، انا وين نشوف المندرين عينيا يدورو، نموت على المندرين، جو بروفيت لو ماكسيموم قبل ما تروح. يلا في طريقي كنت جست على واحد بولونجي، عندنا بولونجي في بير خادم يعني، وجست يبيع عنده كيش يقولوا مخبزه تقليديه، فهمتوا، صافي 100 مليون يطيب خبز تقليدي. شريت تما في طريقي كي شغل فوغاس كوا. هاوليك هنا بعد ما نقيت هذاك السردين هذاك الحوت بيان سور كرطو كامل، ويعني فيه شغل بصح معليش، هادي هي اللي يحب الشبح ما يقول اح. هاني نقيته غسلته بيا، درتهم في لي بواط، وهنا جست درست شويه توم مع شويه ملح، سنينات تاع التوم درستهم ونقسم دوك، درت زوج حنقسم بيناتهم. السردين درت له لي زيبيس، بصح الحوت ما درتلوش حاجه كبيره، درت له برك التوم ملح فلفل كحل وكمون، هذا ما كان الحوت ما يطلبش حاجه كبيره. يعني درت له الملح وفلفل كحل بيان سور، بلوتو الفلفل الكحل وكمون. الملح كنت درت في الـ في الـ في الـ يا الهي استغفر الله، كنت درت في التوم كي هرستها، هذا ما كان وش فيه الحوت. دوك نجوزو للسردين، هاوليك بعد ما درت له حقو تاع التوم هذيك، درت له هذا نقول لكم، درت له فلفل عكري، كمون، راس الحانوت، الكسبر شويه كسبر تاني مرحي، هاوليك كمون بيان سور، فلفل كحل، ودرت له درسه، عندي درسه بريباري درتها له. هذا كمون، ما كانش عندي حشيش ولا معدنوس على بالكم مع السرتين، ولا غير فينا المو يديرن تخي بون كو، الحشيش ومعدنوس كي تخلطوا هكذا، يا ربي قيس اون كويير تاع خليط حشيش ومعدنوس. هاولي كاني خلطت غير بالبواطه، ما عفشت يديا، وشنو في الحوت كان لازم عليا ندخل له مليح هذاك التوم، غير بالبواطه تخلط. شوفوا ميم طوماطيش كونسيرف تقدروا تزيدوها للسردين. هاوليك الحوت هذا كان لازم، باسكو لازم ندخل له ديك التوم لداخل، شوفوا باش تجي البنه ديالها. بيان سور هذا كان صباح، ومن بعدك غلفتهم بيان بالساشي، غلقتهم غلفتهم بالساشي وحطيتهم في فريجيدار. وهنا الكيك كانت وجدته خولة، نخلي لكم، كنا درناه ديجا مع بعض، على كل حال نخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف. جا فريمون خفيف هايل بنين، ويوجد في وقفة.
نروحو ندوق السلق هذاك. بعد ما نقيته بيان سور غسلته مليح بالطبع، قطعته رقيق، درته في المقلة مع مغرفة تاع الزبدة وخليته يدبال. هاوليك درت مام العرف هادوك، كنت سبقتهم هما من تحت. ندوق نزيد حبيبة بصل مليحة، يعني ما كبيرة بزاف ما صغيرة، وطرف تاع الدجاج تاع البلون كنت قطعته تاني صغير وحطيته، ونخليه يطيب عقله. درت له غير شويه ملح وشويه فلفل كحل، هذا ما كان، ما درتش لي زيبيس. هنا كانت خاوله زدت له يعني شويه زبده، هي اللي كملت طيباته. وشنو انا من جهه اخرى على بالكم كنت صورت والمقطع راح لي، ما فهمت كيفه. كنت قليت حبيبات بطاطا، كنت قليت حبيبات بطاطا، يا ربي 3 حبات. وهاوليك هنا دوك نجوز هذيك العقده اللي حنديرها مع السلق والبطاطا. درت هنايا زوج حبيبات بيض، وقيس تعرفوا قيس كاس صغير تاع، انا درت كريم فخاش، ومع الاخر قعدت لي شويه في القرعه تاع كريم فخاش زدت لها الحليب. يعني نتوما تقدروا ديروا خليط بين الحليب وكريم فخاش، ولا ديروا كاريمو ياغورت ناتور ولا الحليب كاريمو. ومن بعد قطعت حبيبه فرماج تاني قطعتهم، وزرت ترميت هذيك البطاطا وهذاك السلق. شوفوا كيما كتشوفوا هنا راني خلطت كلش، هاوليك من بعد نرميه في المول اللي راح نديرو في الكوشه. هاوليك انا باسكو كنت حاطه هذيك البطاطا في المول هذا. هاوليك شوفوا فرغتو بيان، سويتو، ومن بعد سكرفشتلو شويه شيدر، كان عندي طرف شيدر سكرفشتو له من الفوق ودخلتو للفوق بيان سور حتى يحمر. ما ياخذش وقت كبير للطياب باسكو كلش طايب ابغ البيض هذاك باش يتماسك. معذره. هو يطيب حكمت هذاك السردين جوزته في الفرينه، درت مشطات تاع زوج وبديت نقلي فيه. هاوليك هاو يتقلى، الحقنا للصح وقت لا بريزونطاسيون. هاوليك شوفوا ايمالا واش درنا اليوم، درنا غراتان تاع السلق وبطاطا. هاوليك خفيف ظريف وبنين وجد، يعني في وقفة صح مع الاول السلق هذا كيشد الوقت وكامل بصح، ومن بعد هاديك خلاص كلش طاب. هاوليك خياتي شهيتكم في الجنة، نتمنى تجربوا الوصفات هذه وتنجحوا فيها، وشاركوني كيما موالفين نقولوا، نتشاركوا بيناتنا الوصفات، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. وما تنساوش تشاركوا لنا الفيديوهات هكذا باش تكبر قناتنا ان شاء الله. خليكم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم.